احنا مشروع التخرج بتاعنا تبع جامعه الفيوم كليه الهندسه، معانا اثنين سوبرفايزرز دكتور رانيا بالسعود ودكتور مريم فايد. مشروع التخرج بتاعنا عن الوايرلس سنسور نتورك تكنولوجي. هنا بين ميمز بروفيشنال كيت، هي فيها ست نودز وبيز ستيشن داتا اكوزيشن بورد ويو اس بي بروجرامينج بورد وريديو بورد. النودز بتسنس الانفايرمنت اللي حواليها وتبعت الداتا للبيز ستيشن، والبيز ستيشن تبعتها للكمبيوتر تظهر على برنامج الجي او اي. النودز بتسنس اللايت والاكسلريشن والبريشر والتمبريتشر والهيوميديتي والفولتج. برضه هنا عندنا داتا اكوزيشن بورد فيها تو ريليز بحيث ان هي تاخد اكشن، وممكن اوصل بيها اكسترنال سنسورز. هنا اليو اس بي بروجرامينج بورد بين بروجرام بيها الريديو بورد اللي هي الايريس اكس ام 2110 بلغه نس سي نتورك امبيدد سيستم سي عشان تؤدي الوظيفه اللي احنا عايزينها، عشان بعد كده بنركبها على داتا اكوزيشن بورد. احنا اخترنا مشروع الوايرلس سنسور نتورك علشان هو اول مره يتعمل عندنا في الجامعه واول مره غالبا يتعمل في مصر. هو منتج وخدمه قيمه نقدمها للعميل، وكمان احنا فوجدنا في مسابقه الـ MIE هنتعلم وهيضيف للمشروع بتاعنا. وكمان الووتر احنا بنحاول نخلي استخدامه يكون ماتش مور افيشنت. هنا الاسامي حسب ظهورنا في الفيديو، احمد حسين عباس هتكلم عن الايريجيشن كنترول، بعديها جهاد مصطفى احمد هتكلم عن اللوكاليزيشن، بعدين مايا مدحت محمد هتتكلم عن الجي او اي، وفي الاخر ايمان عادل احمد هتتكلم عن الراوتر بروتوكولز. احنا انجازاتنا في الجروب ان احنا عملنا ابلكيشن لبيبر في وورلد كونجرس اوف كمبيوتر ساينس اند انفورميشن تكنولوجي، ودوت الاكسبتنس ليتر، وبعد كده دوت الانفيتيشن ليتر، وبعد ما عملنا برزنتيشن ديت صوره للشهاده اللي احنا خدناها، وكمان نشرنا بيبر في اونلاين جورنال اوف كمبيوتر ساينس اند انفورميشن تكنولوجي، وشاركنا في مسابقه اي تريبل اي اي بي ام سمارتر بلانت تشالنج ستودنت كومبيتيشن، وهي الشهاده كل واحد مننا في التيم اخذ شهاده من ديت. وكمان شاركنا في المؤتمر اللي هو Prospects of Engineering Solutions and Challenges of the Times لسنة 2013. الزراعة هي من أكبر مصادر الاستهلاك لمخزون المياه في العالم، ودوت بيكون ليه بعض التوابع. أول حاجة إن الإنتاج من الغذاء للمستهلكين الحاليين أو للأجيال القادمة بيكون unsecure، بمعنى إن هو ممكن الاستهلاك يكون عالي بس الإنتاج نفسه بيكون قليل. تاني حاجة المزارع ساعات بيضطر يستخدم كمية مياه أقل، وبالتالي إنتاجه بيكون قليل. تالت حاجة ساعات بيضطر إن هو يستخدم المياه الكواليتي بتاعتها مش كويسة، ودوت بالتالي بيخلي إنتاجه من المحصول يكون قليل، والمحصول تكون جودته قليلة، وبيسبب ملوحة للتربة. وهو بيعالج دوت بالأوفر إيريجيشن، إن هو يزود المياه على التربة بحيث ينقيها من الأملاح. رابع حاجة إن بيحصل لارج إنكم لوسز، لأن هو بيفقد من الدخل اللي هو يعني متوقع إن هو يوصل له، لأن هو بيستخدم أسمدة كتير ومية كتير. إحنا عايزين نعمل إيريجيشن مانجمنت سيستم بكونسبت مور بروبر دروب، عايزينه ينزل على الفارم ليفل بسهولة بحيث إن هو يكون للظروف اللي هي إن كمية المية قليلة أو الكواليتي بتاعتها محدودة. تاني حاجة تكون الفكرة جديدة بسيطة بحيث إن المزارع يعملها ديبلويمنت بسهولة وتكون أفوردبل بحيث إن هو يقدر يتحمل التكلفة بتاعتها. تالت حاجة يكون في ديسيجن سبورت سيستم يشتغل مع أي نوع من النباتات في أي وقت من فصول السنة. رابع حاجة يكون السيستم سمارت كفاية بحيث إن هو يقدر يعمل فارم زونينج وكروب بلاننج بحيث المزارع لو حب يستخدم الأرض بتاعته بنسبة 100% مفيش مشاكل، أقل من كده برضه ما يكونش فيه مشاكل عشان ما يستهلكش التربة. هتكلم دلوقتي على الإمبلمنتيشن للإيريجيشن مانجمنت سيستم. إحنا هنا عندنا داتا أكوزيشن بورد والسويل مويستشر سنتر. دوت بيقيس ما بين البلوكس بتاعته الفولتج اللي في الموجود في التربه، لو كانت الميه كتيره الفولتج هيكون عالي، لو الميه قليله الفولتج هيكون قليل. السويل مويستشر سنسور دوت بنوصله بالداتا اكوزيشن بورد، والداتا اكوزيشن بورد بنحطها على الايريس بورد اللي هي الريديو بورد. قبل ما نحطها عليها بنكون حاطينها فوق اليو اس بي بورد علشان نعملها بروجرامنج. البروجرام اللي هو بيخلي داتا اكوزيشن تسامبل الداتا اللي جايه من السويل مويستشر سنسور، وعلى اساسها تاخد القرار ان هي تشغل الفولف للووتر او ما تشغلهاش. ممكن نستخدم النوز اللي معانا ديت تعمل مالتي هوب راوتنج عشان توصل الداتا اكوزيشن بورد بالبيز ستيشن على الكمبيوتر، ودوت ممكن يسمح لنا بقيمه ثيوريتيكال 3500 متر. Using WSN Wireless Sensor Network. عندي أكتر من أبليكيشن بستخدم فيهم localization. واحد بستخدم localization أنا أعرف مكان الحريق بسرعة باستخدام temperature sensor، وبالتالي الفاير وركرز بيروح المكان ده بسرعة. عندي تاني أبليكيشن بعمل tracking للإنفنتوري أيتم، وده بتستخدمه شركة فيديكس إنها تعرف مكان البضائع فين بتاعتها فين بالظبط. تالت استخدام بعمل tracking للبريزونرز. رابع أبليكيشن ان انا بقدر احدد اماكن الويكنس للبريدجز والبيلدنج، وده خصوصا بيستخدموه في الصين نتيجه الضغط العالي للبريدجز.
الـ WSN ليه أكتر من ميزة عشان كده أنا استخدمته في localization. أول حاجة إن هو low cost، تكلفة التصنيع قليلة. تاني حاجة low power consumption، استهلاكه للباور قليل. تالت حاجة إن هو بيتفوق على جي بي إس، إن أنا بقدر أستخدمه indoor أو outdoor، إنما جي بي إس أنا بستخدمه outdoor بس. رابع حاجة اللي هو great accuracy، إنما الجي بي إس small accuracy بقدر أستخدمه من 20 لـ50 متر بس. احنا بنعمل localization algorithm باستخدام ال RSSI value received signal strength indication، وده عن طريق ان انا عندي اربع reference nodes والbase station، عارفة قيمة كل RSSI لكل node، وعارفة المسافة ما بين كل node والbase station. عندي target node بقدر احددها في اي مكان. عن طريق السيجنال اللي بتستقبلها الreference node من التارجت بتاعي بقدر احدد مكان التارجت فين بالظبط. بتعمل معادلة على الـ GUI بتاعت المشروع بتاعي في برنامج زي MIE، بيبقى designed mainly للـ researchers والـ scientists والـ academic work، وكمان بيسبورت بس الـ default data structures بتاع الـ bucket، يعني أي تغيير في الـ bucket data structure مش هقدر أشوفها. الـ GUI بتاعتنا هتبقى مختلفة بأنها much more user friendly، وكمان بستخدمها للـ environmental data collection، وكمان تقدر تحدد لي اللوكيشن بتاع النودز عن طريقها. بقدر اعمل مونيتورنج للوكيشن بتاع النودز، وبرده بشوف من خلالها السويت بروفايل والاليجيشن سكيدول، وكمان بتسبورت اي موديفيكيشن اقدر اعمله في الداتا ستراكشر بتاع الباكتس. الجي او اي بتاعتنا هتسبورت اول حاجه الاوثنتيكيشن عن طريق اللوجن ويندو، اليوزر نيم والباسورد تو فيلد سايد ميرو، لو فاليد هيدخل بانتر على المين بانل. المين بانل عندي كذا اوبشن، اول اوبشن عندي الجرين هاوس، عن طريقها هيشوف اليوزر انفورميشن عن السوق الموجودة في المكان. تاني حاجة الووتر ريزرفوار، هيشوف معلومات عن مستوى المياه في الخزان. اللي بعد كده عندي السويل بروفايل، هيشوف المويستشر والاريجيشن سكيدول. بعد كده عندي النودز انفورميشن، هيشوف الباور بتاع النودز عشان البطارية بتاعتها لو قلت البرفورمانس بتاعها بالتاني هيقل. اللي بعد كده عندي التراكنج اوف وركرز، عن طريق اللوكاليزيشن هشوف التراكنج اوف وركرز وحدد اللوكيشن بتاعها. بعد كده عندي environmental monitoring، هشوف عن طريقها معلومات عامة عن المناخ. يعني دوست على button بتاع greenhouse في main panel، ظهرت لي window دي، هختار منها greenhouse number 2 for example. عندي هيظهر لي المعلومات دي soil moisture status و humidity، light intensity و temperature. لو دوست على irrigation schedule هيظهر لي معلومات على اخر irrigation حصل و next irrigation. لو دوست على irrigation chart هيظهر لي the chart دي ما بين irrigation time. هنتكلم النهاردة عن الراوتنج بروتوكولز في الواي بس اس نتورك. الراوتنج بروتوكولز ده هدفه ان هو يجمع الداتا ويوصلها للبيس ستيشن. التحديات اللي بتواجه الراوتنج بروتوكولز في الواي بس اس نتورك عن اي نتورك عادية، ان الميزة بتاعتها ان ريلابل ماشي. تاني حاجة الباور كونسامشن ده مهم جدا، ان هو بيحدد اللايف تايم بتاع النتورك. يعني انا مثلا عندي ما كل النص دي عايزة تبعت للبيس ستيشن اكتر ثلاثة هيبقى عليهم اوفر هود، هما الثلاثة النون دول بسميهم الكريتيكال نود ماشي. مع الوقت الباور بتاعتهم بتقل، فهيتحول الداتا سبوت ويتعزل تماما عن البيز ستيشن. انا عندي هنا مثال بسيط، هي دي النوتس كلها اكتر من هنا هيبقى عليهم اوفر هيد، هما الاثنين دول بس ده مثال بسيط جدا يعني، بس هما في الحقيقه المسافات بينهم بتبقى اكبر من كده. المودلز بتاعت الراوتنج بروتوكولز في الوايب سنس نتورك، اول موديل عندي شبه الستار، كل النودز عندي متوصله بالبيز ستيشن. تاني موديل اللي هو المالتي هوب، النود عندي بتمشي من هنا لهنا 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 لحد ما توصل للبيز ستيشن. اشمعنى بتمشي من هنا لهنا مش من هنا لهنا؟ مثلا عن طريق حاجه اسمها الراوتنج ماتريكس. الراوتنج ماتريكس دي اربع حاجات، اول حاجه المينيمم هوب، الانرجي كونسامشن، الكواليتي اوف سيرفيس، والروبستنس ماشي. الاشكال بتاعت الراوتنج بروتوكولز هو ليه اشكال كثيره. اول طريقه كلاستر، ثاني طريقه اللي هي الفيرتشوال لينك. الكلاستر دي انا عندي السنك في النص اللي هي البيز ستيشن، وكل مجموعه من النص بتعمل الكشن، بتنتخب واحده منهم وتبقى هي الكلاستر هيد، هي اللي بتوصل دايركت للبيز ستيشن تمام ماشي. تاني حاجه عندي اللي هي الفيرتشوال جريد. الفيرتشوال جريد دي انا بقسم النص اللي عندي لاكثر من ريجن فيرتشوال، وكل ريجن بيختار واحده منهم بتبقى هي مسؤوله عن عمليه الراوتنج عشان توصلهم للبيز ستيشن. كومبينيشن بروجرامز في الراوتر بتكون هم 16 لين بتوصل من الاوبريرا. انا بقيس الجيشه سايكل في ترانسميتنج والريسيفنج عشان الباور كونسامشن بتاعتي تبقى اقل وعشان تبقى افشنسي اكتر تمام، وبشوف النتائج دي على الكيس اللي عندي عشان تبقى حقيقيه اكتر. وشكرا لكم.